كثير من الفيديوهات وأنا أحل المشاكل وأصحح الأخطاء لك. هل تحبين الجبن والطماطم؟ طبعاً. أوه أنا كذلك. ما أنت بتعرفي أنك تخاف. نعم أنا أخاف من الأباء. أهلا بكم أصدقائي في كل مكان. أهلا بكم أصدقائي من جميع أنحاء العالم. أنا مراد. لا لا لا. وأنا زينب. ترارا. زينب، هناك موقف أزعجني. حتى أنا. كان هناك طفل. نعم. كان هناك طفل. أجل. يلعب بالألعاب الإلكترونية. ثم يقول له أمي أحضري لي كأساً من الماء. تحضره له وتقول أمي نسيت أن تضعي لي في الثلج، اذهبي وأحضري لي الثلج. ثم تضع له الثلج، ثم يقول أريد الأنبوب لكي أشرب. أشرب الماء. نعم. وهو ثم جالس هكذا فقط يلعب. وتعطيه أمه، ثم بعد ذلك يقول أريد المظلات الصغيرة التي تكون هكذا. تذهب أمه وتعطيه، ثم يقول أريد قطعة من البطيخ لأدخلها في الكأس، فتذهب لتعطيه. ما هذا الطفل؟ من هو هذا الطفل؟ طفل. إنه طفل؟ لكنه ليس عاديا طبعا، إنه يملك خلقا سيئا هو وآباؤه. ما هو؟ الدلاع الزائد. الدلاع الزائد. إذن اليوم سنتحدث عن الدلال أو الطفل المدلل، وهذا الطفل حقيقة لديه مشكلة كبيرة للغاية. سببها الأول والأخير من؟ الوالدان. نعم. أعتقد ذلك، يعني الوالدان هم. نعم. من يجعل ليس من سبب الطفل. ليس أنتم يعني تكونون أشرار، لكنكم أضررتم بطفلكم فقط. ماذا فعلوا به؟ يعني ما الذي من الممكن أن يكون سلبيا إذا كان الطفل مدللا؟ يعني ما الذي يزعجك يا زينب عندما يكون الطفل مدللا؟ هذه ليست مشكلة يعني. نعم. لا تكون عنده شخصية قوية، لا يعتمد على نفسه، وثانيا يبدأ بالكلام بهذه الطريقة المزعجة. بطريقة لماذا؟ هكذا كأنه يعزف سيمفونية. نعم، وأنت لا تحبين هذا الشيء. إنه مستفز ويتكلم بصوت مزعج. أو الطفل المدلل هو إذن مستفز لزينب. طيب زينب، هل تعلمين أن الطفل المدلل يصبح شخص عندما تطلب منه أمه شيئا مثلا أمام الناس أو خلف الناس يقول لها لا أريد، اذهبي أنت وفعلي كذا؟ ما رأيك بهذا الطفل؟ يعتمد على الناس وأيضا قليل الأدب، ولكن الأبوين طبعا هما من عرضاه لهذا المشكل. ظل يساعدانه، يقول لهم شيء، أحضروا 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 ويفعلون، اشتروا 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 ويفعلون. أعتقد أن الخوف الزائد على الأبناء يجعل من الأبناء أطفال مدللين. نعم، مثلا الطفل يملك 20 عاما ما زال مع والده ولا يعتمد على نفسه، لا يمكن تركه لأنه لن يعتمد. حتى أنه لا يستطيع أن يفعل لنفسه سندويتش أو يقلي بيضة لنفسه مثلا. نعم، لن يستطيع. لن يستطيع لأنه يعتمد اعتمادا كاملا على والده أو والدته. لا يعرف شيئا. ماذا نفعل تجاه هذا الطفل المدلل يا زينب؟ نضرب. نضرب؟ هل أنت مع الضرب؟ لا. لماذا تريدين أن نضربه إذا؟ لأنها حالة خاصة. إذن في بعض الحالات نضرب. مثلا هو طفل وسيبدأ قليلا قليلا بأخذ صفات البنات. أنا أريد أن أقول لحظة لا لا لا، أنا هنا لست موافقا. فصفات البنات هي صفات محمودة. نعم، عندما لكن نريد مثلاً أن نعاقب الطفل بعقاب معين لا نقول له لماذا تفعل هكذا مثل البنات. ليس علينا أن نقول هذه مقارنة ليست جميلة، أنا لا أحبها. نعم. تقول له أنت لماذا تفعل هكذا، يجب أن تتوقف عن فعل هذا الشيء الخاطئ. نعم، ولكن ليس أن تقول مثل البنات. نعم طبعا أنا. أو لا تقولي له مثلا للبنت أنت تفعلين هذا مثل الأولاد أو هكذا، حتى لا تحصل مشكلة يا زينب. نحن لا نريد. نعم، سيعتقد أنه بنت. أنا لدي حل ذكي لحل مشكلة الدلال الزائد. أخبرني؟ سأخبرك وأخبر الأصدقاء هناك أيضا. نعم، هناك طبعا هناك. أحد أهم الحلول الجميلة والتي من الممكن أن تتسلل لحل مشكلة الدلال أن نكلف الولد أو الابن المدلل ببعض أعمال المنزل الخفيفة.
ظننت بأن أعمال ثقيلة عليه يحمل الأثقال. أشياء خفيفة، مثلا يرتب الصحون، يقوم بمسح الأرضية أو الطاولات، يساعد في أعمال المنزل. هكذا يبدأ بالاعتماد على نفسه شيئا فشيئا. يتعلم صنع ساندويتش ليعطيه لزينب مثلا. عندما يتجهز للمدرسة تقول له أمه اذهب واصنع لنفسك ساندويتش حتى يعطيه لزينب. أريده بالجبن والطماطم والقليل من هل تحبين الجبن والطماطم؟ طبعا. أوه أنا كذلك. هل تحبين الزيتون؟ نعم للغاية. الأسود أم الأخضر؟ الأخضر. وأنا أحب الأسود. الأسود سيء. هل يوجد حلول أخرى للطفل المدلل؟ الآباء والأمهات يسألوننا يا زينب. هل سألوك؟ يسألوننا عبر الشاشة هكذا. هكذا أشعر يعني. لم ننشره بعد. هكذا أشعر يعني عندما ينتشر هذا الفيديو. شعور. نعم تشعر. نعم. بأن الآباء يتكلمون معك شعور. بالمستقبل. نعم. وأنت تتكلم معي فحسب. نعم حسنا سأثق بهذا الشعور السيء وسأقول إذن أنصحكم بأن أولا بداية قبل أن يصير هذا الطفل بالدلاع. نعم. الزائد لا تطيعه. أنتم من تتحكمون به، تمنعونه. مثلا يقول أمي أحضري لي كأس ماء، تقول لا 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 أنت تملك قدمان لتمشي مثلا، ترد عليه الكلام إلى درء ويشعر بالعطش والعطش والعطش، يطلب من إخوته. تذهب الأم وتقول لا تطيعوه، ثم تعود إلى المطبخ ويتوسل إليهم ويقولون لا أمي لم تسمح. نعم. ثم بعد ذلك يحاول ويحاول، هو سيضطر أن يذهب ويحضر الماء ويشرب. نعم ببساطة شديدة. والعديد من الأشياء الأخرى ممكن أيضا. لا تطيعوا أبناءكم. أجل ممكن أيضا عندما يكبر قليلا الطفل نرسله إلى الدكان أو البقال لكي يحضر شيئا. كنت سأقول إلى مدرسة العسكر عندما هذا عندما يكبر إلى مدرسة العسكر. أيضا هذا حل مهم أيضا للطفل ليتعلم يسير الرياضية. نعم هي تقصد ولكنه زينب. سيضرب. تقصد زينب أن بعض الأطفال يبقى مدللا حتى عندما يصبح شابا كبيرا. نعم. أو الفتاة عندما تصبح فتاة كبيرة يبقى الدلال موجود، وبالتالي بالنسبة للشاب العسكر هو حل حتى يصبح قويا. لكن أيضا من الحلول والبنات تذهب إلى بعض المخيمات الخاصة. صراحة كنت سأقول البنات الذين يملكن هذا المشكل يأتينا إلى عندي سأساعد. مثلا اذهبنا إلى زينب. نعم. وهي ستحل لكم كل المشاكل. طبعا أنا بارعها. أنا الآن أحل المشاكل، كثير من الفيديوهات وأنا أحل المشاكل وأصحح الأخطاء لك. نعم نعم شكرا جزيلا وأنا أستفيد منك كثيرا طبعا جزيلا. هذه حقيقة يعني. إذن في نهاية هذه الحلقة. نعم. الطفل المدلل لا نريد أيها. نعم. الأب أيتها الأم أن نعين الطفل على المزيد من الدلال. نعم لأنه في الأخير أنتم ستتجارون من طلاب أبنائكم لكل شيء. في الأخير ستذهبون وتشتكون مثلا للعائلة، ستقول لكم العائلة وأيضا أنصحهم بقولها ذلك أنتم من ساعدتموه على فعل ذلك، الآن لا تتذمروا وتحملوا العواقب. ولكن طبعا هناك طفلة يمكنها المساعدة واسمها زينب. إذن عليكم أن تأتوا إلى زينب تحل لكم مشاكلكم. وأنا أريد أن أقول لكم عليكم أن تنتبهوا من هذا التصرف السيء للغاية. وهو الدلال الزائد عند الأطفال. نعم. هذا الدلال الزائد لديه أو لدينا فيه حلول كثيرة. نعم. من أهمها ألا تجعل ابنك يعتمد عليك أو عليك اعتمادا مطلقا. نعم. ولا تخافا على أبنائكم، فأين سيذهبون؟ لن يذهبوا إلى كوكب آخر، ولن مثلا لن يموتوا من الجوع أو العطش. وهكذا اجعليه يرتب ملابسه. اجعليه يرتب ملابسه ويضعها في دولابه. اجعلوه مثلا يساعدكم في بعض أعمال المنزل، فليذهب ويخرج خارج المنزل ويلعب مع أصدقائه. واضربوه ضربا خفيفا لكن ليس البنات، الذكور. لماذا يا زينب دائما تلجئين إلى الضرب؟ أنت تحبين ضرب الأطفال. لا أنت تكلمت بداية عن الضرب. ولماذا لا نضرب الذكور الصغار؟ أما البنات طبعا سوف يتحسنون. إذن أنتم الذكور. إلا أنا لن أنتم الذكور أشرارا أيها الشريرين. أنت ذكر. نعم أنت من الأشرار يعني. أنا لست من الأشرار، أنا كنت شريرا وأصبحت طيبا. حقا؟ نعم. ولذلك نريد أن نودع جميع من يشاهدنا الآن بطيبة وبعيدا عن الأشرار والشريرين. نعم ولكن الضرب الضرب ماذا؟
زينب تقول الضرب، أنا أقول لا أحب لا لا لم أقول الضرب، أنت قلت الضرب قبل قليل صحيح؟ نعم نعم ولكنني أعتذر. تعتذر لكن قلت الضرب وهم طبعا لن يسمحوا لك بأن تعتذر. والأباء والأمهات لن يوافقوا على مشكلة أو حل الضرب مثلا صحيح؟ بعضهم سيوافقون لأن ابنه مدلل كثيرا. عموما أنا لا أنصحكم بالضرب ولكن زينب تريد. لا لن أفعل. لن تفعلي؟ نعم لن أفعل. تمام تمام. إذن شكرا جزيلا أعزائي في كل مكان، كانت هذه حلقة الطفل المدلل. نعم وضربوا قليلا. أجعل الله وإياكم من الطفل المدلل، أليس كذلك؟ نعم مزعج. إلى اللقاء أعزائي في كل مكان. ماذا لو كان الأباء مدللين؟ الأباء والأمهات؟ نعم مدللين من طرف آبائهم. هذه كارثة كبيرة جدا، لا أستطيع أنا وأنت أن نحلها. أستطيع أنا طبعا أنا رائعة، أنت لا تستطيع، أنت عاجز. إذن أنت صوري فيديو لحكي خاص بهذه المشكلة. نعم وأنت ابتعدي أنك تخاف. نعم تخاف. نعم أنا أخاف من الأباء والأمهات المدللين، أليس كذلك؟ تخاف. وماذا لو كان أباء الآباء يدللون مدللينهم أيضا؟ زينب لا تريد أن تختم هذه الحلقة، لا أدري لماذا، لأنها على ما يبدو لديها مشكلة كبيرة مع الأطفال. لا لا طبعا لا، إن فقط عانيت مع بعض الأطفال، مثلا طفلة هكذا. طيب عليك أن تختمي الحلقة على هذه الكاميرا، تفضلي. ختمناها قبل. لم نذهب، لم نخرج. هو نخرج. طيب إذن أولا نختم، نقول إلى اللقاء أصدقائي في كل مكان، انتهت حلقة اليوم. نعم إلى اللقاء أصدقائي في كل مكان، انتهت حلقة اليوم، وأرجوكم اضربوا الذكور وليس البنات، وأنا سوف أنسحب الآن وأقول إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. العلاقة لي.